ار جي تي المستوى الثالث الايقاع. انت عزفت يا بتاع البيانو وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهارده هنكمل في دروس الار جي تي، الكورس البريطاني المعروف المستوى الثالث. احنا وصلنا ان احنا عملنا الكوردات والسلالم، فالنهارده هنعمل حاجة من ضمن مكونات الكورس. بدأوا في المستوى الثالث بقى في حاجة اسمها الإيقاع. يعني ايه الإيقاع؟ يعني حضرتك مطالب بانك انت تعزف الجيتار كآلة إيقاعية. احنا عملنا فيديو عن الجيتار كآلة إيقاعية، ممكن تراجعه. إيه انك انت هتعزف دلوقتي مع إيقاع ماشي، سواء فرقة شغالة او سواء إيقاع، سواء انت هتبتكر إيقاع تعمل عليه مقطوعة ليك بعد كده، فانت هتستخدم الجيتار كخلفية موسيقية، بتعزف الإيقاع ده وتعالى الجيتار يعمل خلفية موسيقية هارمونية للميلودي اللي هيبقى قدامه أو الصوت اللي هيبقى قدامه. طبعا عشان نبدأ تدريب على الإيقاعية ديت لازم يكون عندنا حاجات أساسية لازم نكون عارفينها. زي إيه مثلا؟ أول حاجة هنلازم نعرفها في النوتيشن أو الكتابة الموسيقية نفسها، فيها قواعد بخصوص الإيقاع وبخصوص النوتة بصفة عامة. أول حاجة هناخدها النهاردة وهتفيدنا برضو في موضوع النوتة، المرجع. يعني إيه مرجع؟ يعني حاجة ترجعك، حاجة ترجعك. أنت لو شفت في النوتة الموسيقية العلامة اللي أنت شايفها دي دلوقتي، خط أسود من هنا ومن هنا، وفي نقطتين من هنا ونقطتين من هنا، ده معناه أن الموازير اللي جوه العدد دوت هتعدها مرة واحدة لو ما كتبوش اي رقم فوقها. لو كتبوا علامة اكس 2 او اكس 3 فوق الموزورة الاولانية، تعرف ان الاعادة دي ثلاث مرات او مرتين على حسب الرقم اللي هم هيكتبوه. فلو شفت انت النقطتين دول تعرف على طول ان دي مرجع. مرجع يعني لازم تعيد الجزء اللي جواه تاني. ده اول حاجة. تاني بقى ملحوظة في موضوع النوتيشن، لما هتشوف وسط المرجع ده قبل الاخر حاجة مكتوب عليها نمرة واحد، وبعدها بعد المرجع ده نمرة اتنين. يعني ايه الكلام ده؟ ده معناه انك انت هتمشي المقطوعة كلها مرة واحدة كاملة لغاية المرجع، وما تيجي ترجع تاني من الاول لما توصل للعلامة بتاعت واحد دي معناه ان كانت معانا مرة واحدة بس، وتروح ناطط على طول على برة الاقواس للعلامة اللي مكتوب عليها اتنين. يعني في الاعادة التانية هستبدل الكوردات او المقطوع العلامات الموسيقية اللي موجودة جوه الموازير تحت واحد بالحاجة اللي تحت اتنين. تمام؟ هنعمل تمرين عملي على الموضوع ده دلوقتي. دلوقتي احنا عندنا تمرين مكون من اربع موازير واربع موازير، انت شايفهم اربعة واربعة. طب اربعة واربعة كام؟ تمانية. تمانية احنا هنعزف تمانية؟ لا استنى بقى، ده في علامات مكتوبة علشان نقدر نشوف التحويلة دي. اول حاجة عندنا الكورد بتاع السي بي مول، ممكن اعزفه من هنا زي ما اخذنا في الكورس بتاع الار جي تي، وممكن اعمله من هنا الاثنين باريه، وهستعمل الاثنين على فكرة. تاني كورد موجود عندي ري مينير، ممكن استعمله من هنا وممكن اعمله من هنا وضع المفتوح او بارين. تالت كورد عندي سول مينير، اعمله من وضع المفتوح، اسف، من وضع البري بس. مي بي مول ماجير احنا اخدناها في الوضع البري بس، هيبقى من هنا. دو مينير باري، فا ماجير، فا 7، عندي البي فلات تاني. طيب نمشي مع بعض الموازير بتاعتي اللي انا ماشيها على النوتة ديت. اول مزورة موجودة عندي سي بي مول، همشي على البي فلات، بي فلات، بعدها دي ماينر، بعدها جي ماينر، بعدها اي فلات، ومحطوطين بين الاقواس بتاعت المرجع، يعني معناها هعيدها من اول وجديد. فانا هعزف بي فلات، دي ماينر، جي ماينر، اي فلات ميجر، وانا برجع تاني في المرجع هروح عازف بي فلات دي ماينر، بس هقف عند المزورة اللي مكتوب عليها واحد ديت واستبدلها باللي بره اللي موجود سي ماينر، اف ميجر، بي فلات، بي فلات، وهقفل وخلاص. يبقى كده. طب نعد مع بعض.
انا مشيت بي فلات دي ماينر جي ماينر اي فلات ميجر ادي 4 بعدين عدت تاني 5 بقت بي فلات 6 دي ماينر وهقف هنا ونط على بره هخرج على اللي بره بقى فانا عندي دلوقتي 6 7 هيبقى سي ماينر 8 اف ميجر 9 بي فلات ميجر 10 بي فلات ميجر يبقى التمانية اللي انا شفتهم دول اتلعبوا 10 موازير في الحقيقة فدوت يصحينا بقى لان احنا نشوف العلامات الموسيقية اللي موجودة عندي على المدرج هتلاقي تحت اول تمرين هنعمله دوت في تلات علامات مكتوبين كمان من تحت اول علامة اسمها اف اف دي جاية من حاجة اسمها فورتي فورتي يعني قوي باللغة الإيطالية أيام زمان ما كانوا بيكتبوا الموسيقى التدوين الموسيقي بدأ في إيطاليا أساسا فلازالوا بيستعملوا حتى في الغرب في الإنجليز والأمريكان في اللغة الإنجليزية بيستعملوا مصطلحات الإكسبريشن بيسموها التعبير مصطلحات التعبير بيستعملوها اللغة الإيطالية ففورتي فورتي يعني قوي فأنت لازم تعزف الكوردات قوية في العلامات أول ما تعملها لغاية ما يغيروا هما لحاجة تانية بعد الفورتي رابع ثالث مزوره راح حاطط بي علامه بي بي يعني بيانو بيانو يعني بالراحه باللغه الايطاليه ففورت يعني قوي واثنين يعني بيانو يعني عندك مزورتين اقوياء ومزورتين ضعاف وعندك العلامه الثالثه عباره عن زي ما تقول خط زاويه ضيقه بتبدا وبعدين بتفتح ده معناه انك انت بتعلى بتبدا بصوت متوسط وتعلى وبعدين كمان عكسها بقى انك كنت عالي وبتبتدي توطى ايه ده ايه ده فاحنا لازم نعمل التعبير دوت طيب احنا نعمل الكوردات الاول وبعد كده نعمل التعبير نبدا مع بعض بالكوردات هيبدا في الاول هيديني ستيكس من الدرمز او من العد ده معناه دي السرعه اللي انا همشي عليها في المقطوعه ديت نسمع مع بعض ده السرعه بتاعتي أول إعادة هعيد تاني نقلت على C minor F7 D flat D flat طيب لو طبقناها بقى بالعلامات اللي تحت الموازير العلامات الاكسبريشن او التعبير نجرب كده بقى مع التعبير قوي قوي حتى ضعيف بعد كده أرجو إن إحنا نستوعب الدرس بتاعنا بتاع المقطوعة ديت وأنا هخلي الجزء ده عشان الكل يتدرب عليه مع الخلفية الموسيقية ديت هتلاقي الخلفية الموسيقية دي بتعزف كوردات بس مش جيتار هيبقى ناقصة آلة الجيتار وإنت تقدر تعزف معاها هحطها على موقعنا بتاع الساوند كلاود عشان الناس تقدر تحمل الفايل ده سواء على الموبايلات او سواء على اجهزة الكمبيوتر او يحطوها على اي تسجيل او MP3 بلاير ويقدروا يعزفوا مع ديت باي جيتار جيتار الكتريك جيتار اكوستيك جيتار كلاسيك اهم حاجة تقدر تعزف الايقاع مع المقطوعة والخلفية الموسيقية ديت عشان نكمل بعد كده واشوفكم الحلقة الجايه